ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الكندي في فلسطين وتستمر لعدة أيام بهدف الاطلاع على صورة الوضع على الأرض وممارسات الاحتلال التعسفية اليومية بحق أبناء شعبنا، زار الوفد المختبر الجنائي الذي أنشئ بدعم مالي سخي من الحكومة الكندية، وأطلع المسؤولون هناك من جهاز الشرطة الوفد على أقسام المختبر وأهميته في دعم قطاع العدالة. هذه الزيارة اليوم بتفحص المختبر، بتفحص باللقاء مع الضباط، باللقاء مع المعدات، مع التجهيزات، ليروهم كيف يعملوا. أنا التقيت معهم أيضا وحاولت أن أضعهم في صورة الوضع وكيف تكون العمل الشرطي وما هي الصعوبات التي يواجه العمل الشرطي وما هو معنى العمل الأمني تحت الاحتلال وكم هو معقد هذا الأمر. تعرفنا على المختبر الجنائي الذي مول من كندا، وهو مهم ليكون هناك قطاع عدالة جيد في فلسطين وليحفظ أمن الجميع. ثم قابلنا مدير عام الشرطة وحدثنا عن التحديات والصعوبات التي تواجهها الشرطة في عملها بسبب الاحتلال. هذا وزار الوفد مدينة روابي وتجول في مرافقها واطلع على ما تقدمه هذه المدينة باعتبارها مشروعا فلسطينيا خاصا يشكل نموذجا حيا في تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم وتوفير الأفضل لهم. مهم جدا أعضاء برلمان، أعضاء حكومة، دولة عظمى أجنبية، أنه يشوفوا إمكانيات الشعب الفلسطيني ويشوفوا أنه الشعب الفلسطيني صامد وبيبني رغم عنف الاحتلال. طبعا هم لفوا في فلسطين وشافوا معاناة الشعب الفلسطيني، حلو يجوا على روابي واجوا عرابي يشوفوا إيش بيقدر يعمل الشعب الفلسطيني في بناء دولته. أعتقد أن هذا من الأشياء الجميلة والرائعة والإيجابية التي تدعو الجميع للتفاؤل في فلسطين، وأعتقد أن مدينة روابي تعكس التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي هنا. وتشكل هذه الزيارة فرصة من أجل إرساء جسور العلاقة الطيبة بين الشعبين، وذلك من خلال 18 نائبا يمثلون الأحزاب الخمسة الكندية جاءوا إلى فلسطين كسفراء للصداقة. تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التي قام بها الوفد الكندي للاطلاع على صورة الأوضاع على أرض الواقع وسبل تعزيز صمود وبقاء أبناء شعبنا رغم أنف الاحتلال. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين.